بس هو كل شوي ينبه علينا ويقول كل الأشياء اللي عندي هذه فيها سحر ومو راضي يقول يقول مفاجأة والمفاجأة هذه راح تطلع ساعة اثنين بالليل إي بس أنا وايد مستغربة قال لازم تستخدمونا بأشياء اللي فيها خير إذا فيها شر راح تنظرون أوكي أوكي مو مشكلة إحنا راح ننطر ليل ليل ونشوف شنو هذا السحر اللي راح يطلع أنا وايد متحمسة علشان الساعة تصير ثنتين وأشوف شنو راح يسوي هذا التاج عيل. امشي خلنا نصعد فوق بالغرفة وننطر الساعة ستة سنتين يلا سالم صارت الساعة ثنتين انا بلبس التاج وبشوف شنو راح يصير لي انا لبست التاج الحين بشوف نفسي من منظره شنو راح يكون شكلي شنو هذا انا ليش مو قادرة اشوف نفسي لا يكون انا اختفيت ولا شي سالم سالم تعال شوفني شنو هذا سلام أنت مو موجودة شلون كذي شلون سالم مو موجودة لا تشذب عاد انتي شويش انا مو قاعدة اشذب ما صدق انتي مو موجودة بس قاعد اسمع صوتك خلاص يا سالم فهمت السالفه معناتها ان هالتاج هذا او يسمونه تاج الاخفه اول ما البسه راح اختفي وانا راح اسوي فيه اشياء وايد زينه وناسة وناسة انا حتي حبيت هالتاج هذا ولا يقول لا لا خلأ افكر بشيء ثاني انا راح اخذ كل الاشياء اللي كانت بخاطري نفس الملابس والمكياج وكل شيء وحتى بعد بروح اجيب لي سياره جديده حق ابوي يلا مع السلامه سالم انا رايحه وجه المشط شو راح تسوي شنو هالسحر اللي راح تطلعه يلا انا خلي اجرب المشط فيه واشوف شو راح يصير انا للحين ما شفت شيء شنو هالسحر هذا اللي راح يطلع اوف صار ليش كذي يحس شعري صار وايد صغير اي بس بس انا فهمت الموضوع طلع المشط هذا يزقر الاشياء يلا خلي اجرب شيء هذا الكعب مثلا خلي اروح احط عليه المشط واشوف اذا راح يزقر ولا لا اوف معقوله صار وايد صغير وخل اجرب هذا بعد هم هذا صار صغير اوف انا ما حبيت الموضوع الصراحة احس الشي هذا كلش مو حلو ليش كل الاشياء اللي نبيها صارت صغيرة انا ما راح استخدم هالمشط هذا وراح استخدمه حق الاشياء اللي فيها خير بس بس انا مستغرب سنة وين راحت انا موجودة سالم كاني زين انا مو قاعدة اشوفك فسخي التاج خلي كلمة عدل كاني سالم انا فسخت التاج شنو تبي شنو هالاغراض هذه الوايد من وينك هذا كله ايش فيك سالم؟ اتنسيت ان انا اقدر اختفي واروح المكان اللي انا ابي؟ انا رحت البيت وجبت فلوس وايد ورحت كل المحلات القليلة الموجودة بالديرة واشتريت كل اللي بخاطري. لا سالم ما صرت تسوي كذي غلط، بعدين ان أنتي نسيت ان الريال قال لنا اذا استخدمتوه بشيء مو زين راح يصير لكم اشياء مو زينة بعد. وي سالم عاد هو ايش الريال؟ سنة اوه انا اقول دام انا الحين التاج عندك روحي ردي هذه الاغراض ولا ترى انا اقول حق امي لان الشيء اللي سويتيه مو زين وقالت بعد اول شيء يعتبر هذا بول وثاني شيء انت خنتي الامانه شلون يعني سالم خنتي الامانه؟ ما فهمت فهمني خنتي الامانه لان احنا وعدنا الرجال انه ما نسوي فيها عشان نفس يعني مثلا أنتي سويتي شيء غلط وبكتي اشياء من الدوله وبنفس الوقت الله راح يحاسبك ويمكن بعد يحطك بالنار لانه يعتبر بكتي ودام للحين ما حد يدري عنه انا اقول ردي الاغراض هذه كلها وانا حتى المشط هذا السحر اللي زق الاشياء ما ابي راح ارده حق الريال وانت بعد ردي حقي حق المكان نفسه اي سالم صح كلامك وانا بعد اخاف من الله ما اقدر اسوي اشياء غلط وبنفس الوقت بعد ما ابي امي تزعل علي ولا ابي الريال ياخذ فكره عنا ان احنا ناس مو زينين فعشان كذي انا برد الاغراض مشكور سالم على نصيحتك وبكذي حلقه اليوم خلصت نشوفكم ان شاء الله بحلقه ثانيه اذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك واهم شيء بعد الاشتراك بالقناه مع السلامه معاكم عائله سعيد وسعيده